كوستا يحاول يمر زوج لاعبين امامه كوستا ما زال دخل باليمنارديه بول با 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 جول دوغلاس كوستا برناردسكي وجول اهتزت الشباك في نهايه المطاف برناردسكي سجل جول هدفه الثالث هذا الموسم مع اليوفي اللعبه من اروع ما يكون من دوغلاس كوستا البرازيلي على الجهه اليمنى امام لاعبين اثنين مراوغ ووزع كره ارضيه زاحفه خرج برناردسكي كالقط وسط دفاع فريق كالياري وسجل جول هاي الإعادة لسقوط لاعب فريق كالياري سقوط اللاعب ليوناردو بافوليتي لاعبو اليوفي وصلوا اللاعب لم يخرجوا الكرة صافرة الجماهير كانت كبيرة ولكن دوغلاس كوستا حس بأنه سيفعلها لاعبان أمامه راوغ ودخل على الجهة اليمنى وزحها شوف برناردسكي والخطأ الفادح في